أنا الآن على درب الشير الأزرق، يعني وهو إهدن بلو كليف. لست في محمية حرش إهدن، ولكنني حاولت أن أرافق مجموعة من الشبان والصبايا، لكنهم أسرع مني بالمشي صراحة. ولكن لا يمكن أن تمشي ليس على هذه الدروب وحيدا أصلا، لأنه كل الأغاني تبع فيروز وديع الصافي كلها بتخطر لك بالبال وقت تشوف هيدا المناظر الحلوة. طبعا أنا شاهدت مجروحة، لأن يمكن بنت هيدي البلدة، فاليوم مش عم بتشوفوا إهدن بس من عيوني، بل من عيون بكاميرا صباح العربية أيضا. هيدي الدروب هي دروب أجدادنا، ولكن تم استحداثها كممرات جبلية لتشجيع السياحة الريفية ولتشجيع على اكتشاف الطبيعة أيضا. الحلو أنه هيدي الممرات تصل بالكثير من الأماكن التاريخية أيضا، وتمتد على أكثر من 15 كيلومتر. طبعا لقيت يعني انا في المسار السهل، وطبعا بذكر حالي انه بعد كل طلعه في نزله، لانه لو وصلت لهون كان في طلعه قاسيه جدا، ولكن من بعدها هناك يعني مسار جميل على طول هذه الجبال المحيطه ببلده إهدن. طبعا انا بطبيعه الحال لست شخصا رياضيا، ولكن الامر لا يحتاج رياضه، هذا نشاط ممتع، هذا نشاط يعني ابعد من ان يكون رياضه للصراحه، يعني هو حاجه لصحتنا النفسيه ولصحتنا الجسديه ولاعاده التوازن الى حياتنا المزدحمه والمشتته بمطلق الاحوال. طبعا يعني لن اتكلم عن فوائد المشي، ولكن هرمون السعاده هون يفرز بشكل اسرع بطبيعه الحال، وهذه الدرب تمتد لتصل الكثير من الناس من مختلف الاعمار من مختلف الجنسيات. يعني رينا، شو اسم البلد اللي بنشوفها بالصوره هلا مباشر؟ هي بلده إهدن شمال لبنان، كما ترى القرميد يعني على سطوح المنازل. هذا الدرب أو المسار، درب الشير الأزرق، يحيط بهذه البلدة، يعني يلفها بكل القمم المحيطة لكي ترى إهدن من مختلف الجوانب، من البلدة الرئيسية حتى كل الجبال المحيطة. هذه الجبال اللي تم زرعها أصلا ويعني حمايتها من الحرائق بفضل جهود الكثير من الناشطين والناشطات البيئيات في هذه البيئيين في هذه البلدة، وتتنوع غطاء الطبيعي من أشجار الصنوبر والأرز وغيره. رينا شكرا على، يعني لا أدري إذا كان يجب أن أسكت قليلا لتسمعوا صوت الطبيعة. شكرا رينا على كل حال الحلوة، ودائما رينا بتسمعنا صوت الطبيعة صيف وشتاء. طلعت معنا قبل هالمرة بالشتاء، واليوم في المناطق الخضراء الصيفية الربيعية. شكرا لينا.